صدر عن صاحب اسمه الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2016. جاء فيه: بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2016 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الجمعة الأول من شهر يناير 2016 للميلاد الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1437 للهجرة، وحيث أن هذا اليوم يصادف يوم عطلة أسبوعية فيعوض عنه بيوم الأحد الثالث من شهر يناير 2016.